الو، هلا، مين ايش فيه؟ اعلمك الحين ايش فيه. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا سلطان. شباب وش هلا؟ لا صدق صدق، ايش فيه؟ مقلب ولا؟ لا والله مو مقلب. اجلس اجلس. شباب انا جاي من علشان دامك تعبت، دامك تعبت وجيت، اجلس وانا بعلمك وش فيه. طب انت تعرف، تبغى تعرف ايش فيه؟ بس انت ليش ما اخذت الرجال كويها؟ لا لا، تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال. اول شيء عرفنا في اسمك، من انت؟ من انتم؟ طيب انت قل لي عشان اعرفكم على اسم. لا لا، قل لي بالله من انت بس عشان صدق صدق من انتم عشان اعلمكم. انا بدر الحافي. ونعم. بدر الحافي يوسف اثنين. ونعم. بدر الحافي الثالث. ونعم. النجم علي الكلثمي من برنامج الفرصه. اهلا. هلا النجم ولا النجم؟ النجم. هلا هلا هلا. عليكم السلام. يا مرحبا يا وسهلا. تعال استنى، هنا ولا هنا ولا هناك ولا؟ طبعا الف الله يبقيك. تبقى شرفت ونورته يا حبيبي. الله ينور دربك بالإيمان. مرحبا ألف. حنا نقول مستغربين جدا. أيوة. من علي الكلثمي؟ يعني تفاجأ بهاي الشيء، وأنا قد مشيت ولكني تدركت الموضوع في الترحيب. أقول لك كيف كيف. دقيقة 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 شباب، دقيقة 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 دقيقة. والله أنا بصورة سيئة قدامه قلت. لا إحنا شايفين كل شيء بس. تعال سلطان. شايفين إيش؟ شايفين كل شيء بس. تعال سلطان. إحنا ما شفنا. طيب سلطان حبيبي تعال. إحنا حسينا إحساس بس. الله أكبر عليك. استريح استريح. أيوة أيوة أيوة. شباب شو مو يعني في برنامج تجلسون جنب بعض؟ لا لا لا، عادي 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 عادي. هم يحبون بعض، هم يحبون بعض. مسوين تيم، مسوين ثنائي مع بعض. ثنائي أجمل ثنائي أكيد. يا أنا حسني حالي كذا أمشي. أنت حاج السياحي. أمشي. بدر عدل. بدر تعال هنا. بعيد والله بعيد. عدل جيد. تعال تعال. بدر. عادي اسحب اسحب كرسي هذا يجيب. لا 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 تسحب كرسي ولا شيء. تبي نسولف لحالنا. ليه ليه؟ تدرون تدرون ذولا منهم؟ هذا الكلثم. ها؟ كلثمي. الكلثمي. ونعم. عليك زود. وهذا صديق السلطان القحطاني يعرفه ترى. هذا صاحب الصوت الجميل. هم مستغربين. لا هم مستغربين، هم مشوا بعدين احنا جينا فمستغربين، فيبون يعرفون ايش السالفه مثل ما احنا نبغى نعرف ايش السالفه. والله حلوين. اجل عندك ابو مسعود. ممتاز ولا جمع احنا بنتسمع. ممتاز. انتم تبون تعرفون ايش السالفه. احنا شنو احنا سوالف ليل. ها؟ ايه صباحيات ابو عوض. صباحيات صباحيات. احنا صباحيات من 3 إلى 6. حلوين. الا انتم، من انتم؟ اسمح لي. ايش مسعود؟ كيف؟ انتم من انتم؟ اسمح لي. التسعينات التسعينات التسعينات. سيتشرف. شب عليهم الغاز. دقيقة. سيتشرف. ها. هم بيطبخون. علي الكلثمي بالرد. كلام 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 كلام. تفضل يا علي الكلثمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على حبيبي. مو بدي العب انت روسية. تفضل. شباب يا مخرج فيت لي صوتك. فيت صوتك. جايين هنا ويتكلم. فيت صوتك. اتمنى تضبط فقرتك. بدر لو سمحت بس بسيط. صوتك مفيت. دقيقة بس بقول لك شيء بقول لك شيء بقول لك المهنية عندهم العالية واضحة انهم قاموا يخاطبوا المخرج. يقول المخرج فيت الصوت. حلو. خلينا نعديها. مشيها مشيها. تحية الجديدة. واضح انكم جايين من دافعين. ايه. يلا. والله ما ندري من اللي مندفع من اللي داخل على الثاني. يلا 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 يلا. طامرين فوق السور جايين يقولون من لا 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 ما لا لا معليش لا لا دقيقه لا. وفي واضح في واضح الان في شتم. في شتم واضح الان قاعد يصير. سل سيفك يا ابو سعود. ايه في شتم قاعد يصير. واحد يصلح والثاني يشوت يضحكون على بعض. ما رد السيف الا السيف. كفو كفو كفو. شباب ما جينا نصطدم معكم. قصيده هذه صح. انتم سالتونا احنا سالناكم. قلنا لكم احنا صباحيات من 3 إلى 6. ما شاء الله. اوكي. ايش عندنا؟ بنسولف مع اللي جينا. رياليتي. حلو. رياليتي رياليتي. اوكي. ايه. انتم من انتم؟ حلو. انا سلطان القحطاني. طالمك النجم سلطان القحطاني. واضح انهم فارغين ما عندهم شيء. والنجم علي الكل. وش اللي فارغين؟ صلع. سؤالي واضح يا اخي. تقول انا سلطان القحطاني. الفارق. ايش رايك اكمل ولا اسكت؟ الفارق 3 نقاط. واضح جاي بسيارة واحدة. واضح جايين متفقين من 3 أيام. متفقين. إذا شوف الذب بعد ذب نايم وخوي يسلك. تعرف حق متفقين من 3 أيام. والله والله العظيم ظل. طيب 3 على 2 ما ظل. لا يلا راح يتكلمون. كذب. أنا عارفك أنت. أنا 10. تعال إذا قاعد تسوق علينا أخلص بس. طال عنك. يلا. معك النجم علي الكلثمي. والله والله أنك نجم. الله يسعدك. ليس تعالي ولكن عقود ولكن روحي على هذا الشيء. النجوم النجوم. عيب عيب عيب. يا اخي سكت. تكفون يا الرب. فيد فيد. والله حمودي فيد.
لا 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 يفيد لا يفيد تبغى تصير نجم لا خل خل راكب سياح دقيقه عطى عطى عط. لا تضحك لا تضحك عشان بيقولون سنع عن الباب استنى يلا يلا لا يا جماعه مو كذا كذا ما راح نطلع بفايز صح, صح 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 والله صح يلا خلنا نسولف خلنا نسولف صح معكم علي كلثمين نجم علي كلثمين النجم احد استدعينا بالبرنامج نجوم حقيقه نشرح لكم برنامجنا انت نجم من غير الله يسعدك يا حبيبي تبغى عاد حقيقه بدون ضحك انت نجم من غير البرنامج الله يسعد والله وهذا وهذا سلطان القحطاني ورب الكعبه انا شاهدت اليوم كان ضيف في السوق عندنا انه من اجمل الاصوات ومن اجمل الضيوف اللي حضروا الله يسعد والله نتكلم ونجم عبد ابو سعود واصل والله اني صادق والله نورتونا رقم واحد بس انا ودي بس يا حبيبي والله اني ترى سؤالي ما كان يعني لا استهزاء ولا طقطقه ابي اعرف من انتم في الفرصه وكيف اليتكم وكيف شغلكم وايش السلبيات وايش الايجابيات اللي انتم وجدتوها وايش الاضافه اللي اضاف لكم البرنامج البرنامج اكيد انه اضاف لكم شيء اكيد ايش اللي وانتم اضفتوا للبرنامج لا شك فانا ودي اعرف الشيء هذا واصل وايش اجاوب إيه؟ طيب اول شيء والله انا يا عبد المجيد عبد المجيد حبيبي عبد المجيد انا ايش علمناكم احنا يوم كنا في السوق ايش علمناكم ايش قلنا لكم الانصات وعدم تداخل الاصوات صح يا عبد المجيد لبه مزهريه لا 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 تباني غالي غالي تباني لبه قلب على اخويا غالي تباني لبه مزهريه انا مزيح على ثاني لا عبد المجيد هم انا اسالهم سؤال مليون انت الحين متنرفز انت والله كان فارس العبد اللي دقيقه دقيقه ما يصل العبد اللي يسخط السوق دقيقه واضح انت نرفز عبد لا لا مو واضح مو واضح عبد انت بلاد انا طالبك تعال هنا تعال هنا لا لا ما اخلي لا لا ما له دخل خلينا شوف شوف احنا بنسمع كلنا يا جماعه لا شوف شوف خلاص طيب والله ترى انا والله اقسم بالله حاولت اني اقنعهم ان احنا نتكلم جد وبعد ما اقنعتهم خربتوا انتم ايوه والله اي انا اقتنعوا عيد من جديد فاضيين طيب ايش اضاف لكم برنامج الفرصه يا جماعه تكفون انتم اضافه لا شك البرنامج ايش اضاف لكم انتم والله اضاف لنا اشياء كثيره ممتاز نذكر واحده منها وجودنا معكم يا حبيبي الله يرفع هذه اضافه كبيره الله يرفع قدرك انا اجلس مع شراكم شراك الطيب فحافظين داخل شوي بدر 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 طلعت محم كذا نظامك انت وين وشو لا 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 ايش فيكم لا ما بي احد زايد عن احد يا شباب لا تضحكون امشي والله غصب لا تضحكون بتكمل ولا خربنا عليكم الحين خلاص انا ابغاك تستفيد بعد من السالفه خلاص قل لهم معكم نجم عشان يستانسون زين طيب معنا النجم الكلثوم معنا السلطان قلنا نجوم وجو هنا على اساس انهم نجوم وجو هنا عشان يضيفون وجو وانتهينا من الكلام ذا نبغى نعرف اللي بعده امشي امر النجم ما تطيح اي شباب ما جينا نتحدى من الريتويت عزز له كيف قال عمر النجم ما يطيح عزز له سالفه عامه طيب يلا 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 حبيبي طبعا البرنامج قلت لكم اضافه والله العظيم لنا كثير اتكلم باسمي باسم الشباب اي باسمك وباسم باسمي وباسم الشباب انه الاضافه من ضمنها انه متواجدين معكم الان الله يسعدك شرفتونا والله العظيم في البرنامج شكرا لك وشكرا اللي بتقدمونه من الساعه 3 الى الساعه 6 أنتم إضافة ممتازة لنا فاستفدنا أشياء كثير كيف تحب أخوك لا ذي مثالي وقف أسحبها وقف أسحب 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 أضاف أشياء كثيرة صراحة وباقي دايخين إلى الحين في البرنامج تخيل بشتكي لك تخيل كيف تضحي لأجل أخوك لا هذه مثالية مسحناها من قاموس أسحب 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 صدق والله بشتكي لكم يا شباب شباب بتوفونا ولا لا أبشر بس صدق والله والله أبشر بس ما في فرق بين سوق فرصة يعني كلنا أخوان أخوان كلنا مسوين بادرة كلنا في شاشة واحدة كلنا في شاشة واحدة لا 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 نسلم أتسلم باقي ما قدمونا على الشباب شوف بالله وردة تدخلك برايم تخيل قطفة والله العظيم يا أخي تعبت وأنا أشتكي بتوفونا ولا لا طيب علم بساب عشان وردة دخلتك برايم يلا انقهر الوردة اللي دخلتك برايم تخيل ليش طيب ليش لو تجي يمي تفضل عن اللي صار ايوه لو تجي يمي انت تخيل صدق والله لو تجي يمي هل هذه تدخلك برايم وترضى؟ مشكيلك والله حظي المهم والله العظيم اتكلم عن نفسي وعن الشباب وعن سلطان احنا ما والله لا جينا نخرب ولا شيء بس شفنا البث عارفين عارفين طيب سكينا البيبان قد قلبنا العلم وقلنا به في العنا الا والله العظيم في ثلاثه
احد راكب سياحي في على فكره على فكره, على فكرة اليوم ثلاثه بكره في سته بكره سته سبعه بكره سته سبعه ما شاء الله بكره سدون بس من ابو اسم الشباب مرحبا مليون عيشوا يا حبيبي دقيقه دقيقه وش العيد ايش دقيقه بس دقيقه وراي ام محمد ام محمد بترتاح لو جلست عندنا اسمع والله اني هي شغلت سويد وقت لا اقوم اسوي في السلاله وش بدك والله نحافظها منك طلع الشيخ شنو جبت مريض ولد ما يدري ايش جد والله عادي يكلم ايش لان هذه جد جد كذا انت سلطان كذا سلطان ولا انت كيف اليه البرنامج عندكم الفرصه والله اليه البرنامج ما شاء الله تبارك الله شيء جميل والله مع انه انت فاجئ بالفقرات اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله تصدمك كذا تعطيك يعني تجي انت تتفاجئ ان في فقره لا 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 فقرات من اول معروفه وبعضها مو معروفه لاسباب انه يعني كيف اقول لك فقرات تجي يعني كيف اقولها والله مو يا اخي عبر عن خويك يا اخي احنا نعرفها سكيبر قولها احنا نعرفها قولها قولها انا اتكلم جد في فقرات زي ابراهيم كذبي دقيقه يا قصه ولد الله يا رب انت احفظ لسان دقيقه صليتوا على النبي لا والله هلا مرحبا والله ومسهلا اتمنى تكون ريالتي وشرفتوا ونورتوا يا جماعه سؤالي ما جاوبت عليه ايش فيكم ليه ما تتابع ليه ما يتابع اشتراك تويت تابع بعض يا والله تبون العلم ما ادري منكم والله تبون تذكر ما صبيت درجات الدنيا درجات الدنيا يا الله يا الله ينبخ اذا اعطاني يا ولد امشي ترى عصبي نعرف احنا عصبي ترى من ايام السوق والله اذا ما اخذت كب القهوه عليك هذا اللي كان يلبس نظاره يا اخوي بمسك ما خايف تنكسر انت بيعطي واحد بدر اقسم بالله لو تفهم لا لا سلطان انت خبري العصب امونا على سلطان معلش اهدى شوي ترى هذا يعصب ينام انت بيعطي فنجان واحد يلا ان شاء الله انا 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 واضح واضح معلش ابو يا اخي اخو والله ما هي من عادتكم هاي مهنيه والله ما هي من عادتكم خلوا خلوا تقعد تفضل واضح ان ما عندهم سالفه باختصار كذا اعطيك من هم اللي ما عندهم سالفه ولو اتيحت الفرصه اني استضيفهم اعتذر منهم لان اكبر والله يا قهوتكم تي ما اشربها لا نوره الى ان توفون طلبي شر بس قهوتي معك يزال ها يزال يروح سياحي معكم يزال يروح سياحي معكم يزال حق يزال حق بعطش جزال حاضر حاضر صدق يا شباب والله صدق ترى ما جينا ننتف بعض احنا اخوان في الاخير نقوم نسوي مبادره وبعد شوي نشيل الورده سوا صدق نشيل الورده سوا تعال هنا اضحك حبيبي بدر هلا حبيبي حبيبي يا شباب عوض يا حبيبي يا عوض حبيبي عوض حبيبي حبيبي لا لا مستحيل 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 محمد الله يسعدك والله وانعم فيكم جميعا احنا احنا والله العظيم سعيدين حقيقه بس يا اخي ما تقول فارغين يا اخوان عيد وكلم قايل لك بدر لا تسقط عليه والله مره حلو يشغلون هذول سلق عند اللي لابسه شوف يا رجال لخبطت بين الماء وبينه الله يحلوه الله يحلوه بيض الله وجهك الله يحلوه شوف أكمل كنا ريالتي شوف بدر حلوه وين أعضاء إيش بك عني عني عموما عيشوا حبيبي إحنا جينا نتكلم باسمنا وباسم الشباب حياكم الله إحنا نمشي بالترتيب الآداب عندنا ببرنامج الفرصة نعم نقدر نقول برنامج السوق ما عندهم شيء ولكن احنا نحبكم وانتم اخواننا الله اكبر الله اكبر والافعال تثبت كويس هذا الحمد لله لاني بجيب عيد اكبر تفضل قل الحمد لله قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا اقول الحمد لله والله انكم نجوم واحنا انجو انجو هذه بطوله يعني في خاطرك شيء بالله يقولها قبل ما امشي والله انت تقول علمك فيها رجال والله انت تقول والله انت تقول طلبتك عموما الله يسعدكم احنا فاهمين ما نحافظين حبايبي الله يسعدكم جينا نرحب فيكم صدق مره ثانيه ترحيبه الحيل في السير في شيء بكم تعرفونه تفضل ان الفقره هذه تخصنا احنا فاحنا ما احنا ضيوف على حد تفضل يا هلا والله ما اطلع والله لا 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 والله لا فهمت نظامك خذ الكلام خذ الكلام والله خذ 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 قرب ام الفقره لا قرب لا 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 لا
رجال هذا اغراضنا يا ولد، ما عند المخدية يا رجال. خذ خذ خلينا نتسوح وياك. يلا هذه يا بنتي، هذه بالحلال، هذه يا شيخ. لا 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 سبب سبب كيف هذا يا شيخ؟ يا طف البث يا ولد ومهبل هذا. شيل 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 سلطان سلطان جيب سلطان امشي يا سلطان. لا 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 يا ولد الشيل شيل اغراضنا امشي يا سلطان. خذ اغراضنا. تعال تعال باقي يا رجال. دقيقه ولد باقي بالحلال ما كان باقي هذه. طيب والله شخوصي لو تصدق شوف المكان كذا. صدق الحين صباح الخير حليلها حسونا حسونا الله يحوس. تعال الله يصلح تعال إيه عشان تصير قدامها. هذا لهم من اليوم في البث ما تعبوه. اي والله تعرضت برتب. انا اعلمك الحين تبيها يا اهبل البس يا اخي البس ولا الفار ايه روح روح